بندر يا ابوي، شو ام العله اللي جايبها لنا دي؟ ايش هي؟ البورش يبغى له نفض كامل، عمود كردان، شو اسمه الكراسي حقته، جوزات. تكلمي احسن. ايوه، هو بيتكلم مع بندر، لقيت انه نسي حاجه بذكره فيها. خذي امسك التليفون. ليش امسك التليفون؟ ترى عادي انا بذكرك، انا مو عدوتك. طيب ايوه، انت كم تقول لي بكم اتفقت معه؟ يا حبيبي عفشيتها الحالة، ترى ابغى لها كعة جامدة. تبغاني ننجز؟ ايوه. طيب شوف لي اي احد من برا يجي يشتغل، الله يرحم امه، لانه حقيقة والله يا حبيب قلبي يا ابو بدر، لانه والله عندي شغل. هلا ابوي، مع السلامة. هذا ايش؟ سلك شاحن. شاحن ايباد. عرفت الاشياء؟ اكتبيها في ورقة. خلاص؟ قول له سمحتي. اكتب القطع كلها. قول له سمحتي. اكتب القطع كلها. لا سمحت. قول له سمحتي. سمعتي؟ قول له سمحتي. طيب خلاص تمام، يلا. والله انا محترمه، والله مره مؤدبه. كان الموضوع انا ما اخذته حبي، جيبي ده اوكي عادي، كلنا تيم واحد. اليوم صار بصيغه امر، روحي انت سجلي، روحي انت شوفي. هي ما يحتاج انه نتكلم كده في طبقيه، عادي يعني.